أثابكم الله. هذا سائل يقول أن هناك من يقول أن الكفر هو كفر القلب فقط. هذا قول بلا علم. الكفر يكون بالفعل ويكون بالقول ويكون بالاعتقاد. الكفر ما هو محصور على الكفر بالقلب. الكفر بالقلب نوع من الكفر قد يكون أشد الكفر، لكن ليس هو الكفر كله. هناك كفر بالفعل، هناك كفر بالقول، هناك كفر بالاعتقاد. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وكذلك الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، هذا كلام ولا لا؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قال الله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولم يسأل عما في قلوبهم، بل كفرهم بما نطقوا به، تكلموا به. نعم، هو انتهى الوقت. بقي خمس دقائق. يلا.